السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم في هذه الحلقة طريقة عمل النص البديل في الانستغرام. أولا لمعرفة فوائد النص البديل، هو لمساعدة محركات البحث من الفهم إلى على الصورة أكثر وبأكثر وضوحا وتفصيلا. نقوم بالذهاب إلى علامة رفع الصورة وثم باختيار مثلا هذه الصورة وثم نيكس أو التالي، وثم باختيار الفلتر المناسب للصورة وثم نيكس أيضا التالي، ثم ادفانس سيتنج أو الإعدادات المتقدمة، ثم رايت أرتكس أو كتابة النص البديل. ثم من كتابة النص البديل هنا مثلا النص البديل في الانستغرام، ثم نقوم بعمل سيف. الآن قمنا بإنشاء النص البديل وثم من مشاركة الصورة، ونراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.